اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. فيتو عبد الحفيظ يتوجه الى اسبانيا اليوم لمعاينه معسكر الاهلي. اليوم السابع جلسة في لندن تحسم مصير رمضان صبحي في الأهلي. سوبر كورة لجنة التخطيط بالأهلي تؤكد رفضها لرحيل جونيور أجاييه. الوطن سبورت اتجاه في الأهلي لمد إعارة سباعي الجونة. الفجر 30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي. الأهلي يحصل على توقيع ديبالا دامن سبورت 360. بوابة الأهرام جيرالدو انتظر دعم جماهير الأهلي في بطولة أمم أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يستضيف اليوم تصفيات كأس العالم للأيتام.